بصراحة ما كنتش متوقع ان هيل بليد سانو والساكروفايس تكون بالمستوى العظيم ده، خصوصا ان 13 شخص فقط اللي اشتغل عليها وقدم تحفة تقنية. قصة اللعبة عن البطلة سينوا اللي بتعاني من مرض الذهان، واللي دايما هتسمع حلوسات في ودنها، واللي هلاوس كانت عبارة عن سخرية او مساعدة للبطلة. قصة اللعبة بتتكلم عن رحلة انقاذ لروح حبيبها اللي اتقتل، واللي بسبب مرضها فبتهيئ لها او عقلها صنع لها وهم انها في عالم الموتى. فاللعبة عميقة جدا، دايما هتسأل ايه السبب انها اتلعنت وايه سبب رحلتها للظلام. بالرغم ان القصة مشوقة واحداثها روعة وغامضة جدا وبتجذبك بطريقة مشوقة، لكن للأسف معرفناش ايه سر العلاقة بينها وبين حبيبها ديلاين، وليه عايزة تنقذه، وليه اصلا بتحبه كل الحب ده، وعملت المغامرة دي كلها عشان تنقذه. ولكن كل اللي حصل هو مشهد واحد فقط بيورينا ازاي اتعرفوا عن بعض وبس. فبصراحة ده كان شيء غريب نوعا ما، احداث لعبة كاملة ومغامرة كاملة عشان خاطر فيديو واحد ازاي اتعرفوا عن بعض. واللعبة اعتمدت واستعانت بدكاترة مختصة في الطب النفسي علشان يجسدوا معاناة وهلوسة سينوا بدقة عالية، واعتمدت على ناس كانوا بالفعل مرضى وعندهم وسواس قهري ومرض ذهني، واعتمدوا على تجاربهم دي وحطوها في اللعبة. استوديو نينجا ثيوري مشهور بانه بيقدم هاك اند سلاش الافضل في التاريخ، وقدم ده بالفعل مع اعظم لعبتين على الجيل اللي فات، انسليفد وريبوت ديفل ماي كراي، وافضلهم واحدثهم هي هيل بليد اللي استمروا في نشرها وتطويرها لمدة حوالي 4 سنين. لعبة هيل بليد قدمت اسلوب كومبات افضل واروع كومبات سيستم شفته، والاعتماد بشكل كبير بيكون على الايفيد وبلوك، واللي بعض الاعداء ما تقدرش تصد ضرباتهم بسبب انها ضربات تقيلة فلازم تستخدم تفادي الضربة. الاعداء لما بتكتر فالتنقل ليها بيكون من خلال الكاميرا اللي بتحولك ليهم، واللي لازم تكون سريع في ضرباتك بحيث انك تنقل الكاميرا للعدو التاني اللي هيحاربك، واللي لازم تصد ضرباته والعدو التالت وهكذا. التحدي اللي قدمته اللعبة كان شيء ممتع، وحتى الاعداء فهتقابل اعداء معهم دروع واعداء معهم اسلحة اقوى، واثناء المعارك تقدر تبطئ الوقت، وده من خلال خاصية اسمها فوكس اللي بتخليك تبطئ الوقت وتعمل ضربات سريعة للاعداء. وبالرغم ان اللعبة ما كانش فيها تنويع كبير في الجيم بلاي، ولكن اللعبة كل مدى بتشدك اكتر، وده بفضل حاجتين: اسلوب الكومبات اللي هيخليك تتمنى ان الفايت ما يخلص، والحاجة التانية هي الالغاز المنوعة واللي بصراحة كانت ممتعة والبعض منها كان صعب بمبالغة. الالغاز بتكون عبارة عن حرف مثلا بتركبه على مكان شبه الحرف ده. الالغاز بشكل عام هي مختلفة، فيها الغاز عبارة عن مطاردة وفزع، او الغاز فتح البوابات، او الغاز الالوجين، او الخداع البصري. اللعبة بتقدم اسلوب تحدي ممتاز هو العفن اللي بيظهر على ايد سنوة، بحيث لو مت كتير والعفن وصل لمنطقة الراس فاللعبة هتنتهي والسيف جيم هيتحذف وهتعيد المغامرة مرة تانية من الاول. بصراحة مهما اتكلم عن اسلوب الكومبات وقد ايه هو عظيم فانا مش هديه حقه. اسلوب الكومبات بيتميز بانه مع كل بوس فايت بيكون في تنويع او اختلاف عن اللي قبله، بحيث ان تصميم البوس نفسه وضرباته بتختلف، اما الضربات التقيلة او الخفيفة، واللي لازم تتفاداها بسرعة، لان اي حركة خاطئة هتخلي الشخصية ما تعرفش تعمل اي ضربات للبوس. واثناء ما الشخصية هتموت المطور بيديك ثواني لو قدرت تقوم وتتفادى الضربة القاضية، فالمطور بيديك فرصة تانية للنجاة والا هتموت. اللعبة بتبدأ لحد النهاية من غير ما تقولك اي جايد، سواء في حل الالغاز او نظام الكومبات، فما تنتظرش اي توجيه للعبة، ولكن ده ما يعبش اللعبة لانها بتبدأ بطريقة مفهومة. استوديو نينجا ثيوري يحترم بعد الحقاوة ده في لعبة رفضوا يسلموها لاي ناشر، واطلقوا على اللعبة تريبل اي ولكن مستقلة. وبالفعل اللعبة ميزانيتها والتقنيات اللي في الاستوديو يخليها لعبة تريبل اي ولكن لعبة مستقلة. اللي نشر اللعبة هو نفس المطور، واللي نشرت وطورت بشكل مستقل، والاستوديو وعد انه يقدم تجربة تكون زي العاب اللي بقيمة انتاج ضخمة. وفي خلال 14 سنة اللي فاتوا الاستوديو حط 3 مفاتيح او 3 افكار للقوة في العابهم، هما اسلوب الكومبات مع قصة قوية للشخصية ورؤية فنية فريدة او بيئة فريدة. في لعبة هيل بليد اخدوا 3 مفاتيح القوة دول وقدموها في اللعبة. هيل بليد كانت تجربة ركزت على تقديم شخصية عميقة في عالم ملتوي مع نظام معارك وحشي. اللعبة بتعرض مشاهد عنيفة ودموية مع مستوى كبير من الوحشية، واللعبة بتحذر انك ما تلعبهاش قدام حد كان عنده مرض نفسي.
لازم نتفق ان رسومات هيلي بليد هي واحدة من اعظم رسومات الجيل ده. الاهتمام بالتفاصيل ابهرني جدا، وخصوصا اجهزة الموشن كابتشر اللي صورت شخصية سينيوا بشكل طبيعي جدا مع اهتمام كبير بالتفاصيل. الصريخ، الضحك، الالم، الذهول، وتعبيرات وحركة وش الشخصية وعيونها وشعرها يخلي تقنيات الاستوديو هي الافضل. مستوى التمثيل عبقري جدا، الاخراج ممتاز. اللعبة هتذهلك، رسومات اللعبة حاجة وهمية. اللعبة مبنية على الانريل انجين 4 وقدم بيئات وإضاءة ممتازة مع اهتمام كبير في تصميم البيئات وتفاصيلها مع اتموسفير ممتاز وكئيبة للغاية. وحتى الاعداء ومستوى التفاصيل اللي بيظهر على جسم الاعداء لما تحاربهم بالسيف او اثر الضربة اللي بتظهر على جسمهم. انا بلعبها على البي اس 4، كان في فريم دروب بسيط ولكن مش هيأثر على التجربة. اللعبة هتحسسك انك بتلعب جوه فيلم، ده بفضل وضعية الكاميرا ومستوى الرسومات الواقعي بشكل لا يصدق. اللعبة بصراحة كانت عبارة عن فيلم سي جي اي مصنوع بإتقان. اللعبة بتدعم 3D ساوند وتقنية بصراحة قليل جدا اللي يدعمها، واللعبة بتقول لك لضمان افضل تجربة هي انك تستخدم السماعات، وده عشان خاطر تسمع افضل جودة لاصوات الهامس اللي معمولة بدقة عالية. وهي ان معظم الوقت لما الهلاوس هتكلم بطلة اللعبة هتحس انها بتكلم جوه عقل اللاعب نفسه، وده بفضل مرض الذهان الموجود في البطلة. وبصراحة اللعبة قدمت تخيل المدهش لمعاناة مرض الذهان. اداء صوت الشخصيات ممتاز جدا والساوند تراك عظيم، وخصوصا اثناء البوس فايت. في هيلي بليد انا مش براجع لعبة وبس، ولكن براجع استوديو كامل قرر يشتغل على لعبة بميزانية قليلة وقدم لعبة مستقلة، ولكن لعبة اشبه بألعاب تريبل اي ولكن ب 13 شخص وميزانية قليلة. في شركات ناشئة كبيرة ومعروفة طبعا دفعت ميزانية ضخمة لألعابها، وفي الاخر طلعت بمستوى تعبان وحتى بانيميشن او حركة وشوش ضايعة. لعبة هيلي بليد بعدت تماما عن اساليب الالعاب الحالية او انها تقتبس اي حاجة من العاب الجيل ده. معظم العاب الجيل ده كانت عبارة عن تطوير قدرات مع نص الار بي جي، واللي هيلي بليد بعدت عن الاسلوب ده. كذلك مثلا اللوت او الحاجات اللي بتلمها من بيت اللعبة، واللي برضو هيلي بليد بعدت عن الاساليب دي وقدمت اسلوب مختلف تماما وبسيط. استوديو نينجا ثيوري نجح في لعبته وقدم منتج لا يشوبه شيء بسعر بسيط، وهو نص سعر اي لعبة تريبل اي، $30 مقابل 8 ساعات لعب. وكمان نزلت من غير اي حماية على نسخة البي سي لضمان ان اي حد يجربها زي استوديو سي دي بروجكت ريد في ذا ويتشر 3، مع دعم كامل للغة العربية في الحوارات والقوائم.